كيطلبوها مني بزاف تاع البنات. دونك اليوم جيت نلبي الطلب ديالكم. دونك برك البنات حاجه، كاين بزاف بنات اللي قالوا لي ما يفهموش الكرامات بالفرنسي، دونك حنقولهم بالفرنسي وبالعربيه. دونك نبداو ان شاء الله. دونك اون اورا بيزوان دو 200 غرام دو سكر كريستاليزي، 100 غرام دو بلون دوف، ارون فريز كولورون، moi je vais utiliser le rose et je vais utiliser ça pour la décoration. Donc نسحقوا البنات 200 غرام سكر عادي، 100 غرام بياض البيض، وهنا عندي ذوق الفريز، نتوما ديروا اي ذوق راكو حابينه، وهنا عندي ملون غوز، نتوما ديروا انا اي ملون حتسحقوه، ولا ديكوراسيون راح نستعمل هدايا ولي دو الى حنستعملهم هادو هما، كاين هذا وكاين هذا. ونبداو ان شاء الله. نشوفوه بدا يشد في روحو ونولي معاكم. هنا كما راكم تشوفوا البنات انا بديت ندرب البيض، غير بدا يرغون هكا نبداو نديرو السكر. دونك السكر تاعنا نقسمو اون 3 فوا، دونك اون مي لا بروميير بارتي شويه هكا برك، ونعاودو نبداو نخلطو ونزيد نولي ليكم. كيما قلت لكم نقسموه اون 3 فوا. دونك هنايا ضربتو شويه حتى زاد ولا بياض كثر، ونزيد لا دوزيام بارتي. فوالا هذا واش خليت كيما راكم تشوفوا، ونزيد نخلط. دونك من بعد ما جات بلي لا ميرينغ تاعي ضربت بيان وزادت بياضت، نزيد لا ديرنيير بارتي السكر اللي قعد لي هاهي، راني نستها ونكمل نضربها بيان حتى نشوفها دوبلات الفوليوم تاعها وطلعت بيان والسكر بيان سور داب كاع. كيما راكم تشوفوا هنا راني حبست البيتران ديالي باش نهبط كاع هذوك الجوانب اللي كانوا لاصقين في لي كوتي تو سا، اون كا كان كاين سكر ولا نهبطوه. دونك نعاودو نهبطوهم كاع هكا كيما راكم تشوفوا، وراكم تشوفوا بلي لا ميرينغ تاعي مازال ما شدتش روحها بيان. دونك نزيد نضربها بيان حتى نشوفها شدت روحها بيان، وتبعوا معايا. وهنا نزيد باش نقولكم بلي هنايا زدت الاغوم تاع الفخيز، نتوما زيدوا نيمبورط كال اغوم راكو حابينو، وزدت لو كولورون غوز، ونكمل نخلط. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، هذا هو كما راكم تشوفوا. لازم تكون شاده روحها بيان هكذايا، ونكمل معاكم. فوالا لا ميرينغ تاعنا البنات كما قلت لكم، هاي كيفاش تجي شاده روحها كما راكم تشوفوا هنايا، لازم ما تجيش طايحه كما قلت لكم. كيما نديرها راهي تقعد. دونك هنا نعمرها في لي بوشادوي ديالي ونولي. فوالا وهنا بعد ما عمرت لابوشادوي ديالي، عمرت هادي وعمرت الاخرى اللي وريتها لكم في الاول، درت شويه تاع لا ميرينغ من تحت باش تشد لي السنيوه تاعي ما تبوجيش. دونك وهنايا نبدا ندير فيهم، يعني شكلوا الموديل اللي راكو حابينه. انا حندير هذيك لا فلور، فوالا هاي كيما قلت لكم، نوريها لكم شويه عن قرب هايدي كيفاش تجي. ونزيد نشارك معاكم الموديل الثاني كيما قلت لكم البنات، ديروا الموديل اللي تحبوا. دوك انا حندير هكا صغار، هادو تانا مليح واحد يشبح بهم لي كاطو ايتو. تحبوا ديروا ورده تانا تقدروا هكذايا،
فوالا ونكملوا نديروا. وهنايا نسيت ما وريت لكمش الموديل تاع لي سوسات، يعني اللي حبيت دير لي سوسات. دونك تجيبي لاباي تاعك تحطيها هكا، ولا هذوك الحطبات يعني استعملوش عندكم، تحطيها هكا وفوقها تبداي تخدمي. هكذا كما راكم تشوفوا. دونك نكمل نخدم كاع لي ميرانغ تاعي ونولي معاكم. وهنا كما راكم تشوفوا من بعد ما طابولي لي ميرانغ تاعي، دونك شعلت الفور على 100 دوغري اللي هي 100 دوغري، دونك وخلهم يطيبوا من 40 دقيقه حتى للسويعه. دونك كما راكم تشوفوا يعني الريزلتات تخرج بزاف طوب، يجو بزاف شابين. هذا الموديل الاول تاع لي سوسات اللي نقدروا نديرو في لي زانيفيرسير، يعني في بزاف تاع مناسبات. وهادو الصغار اللي نقدروا نديكوريو بهم لي كوب كيك لي غاتو، يعني عندهم كما قلت لكم تقدروا ديكوريو بهم مع فايس بزاف. دونك نتمنى ان شاء الله تعجبكم. هنا حنقسم معاكم حبيبه باش تشوفوا كيفاش يجو بزاف كروستيان. سورتو كو ما نكذبش عليكم، كي الدراري كي الكبار يحبوهم ويجو بزاف بنان. دونك نتمنى الله تجربوهم علاش لا. وكما قلت لكم يعني ما يفسدوا ما والو، ديروهم في الباطا وتغلقوا عليهم ما يصرى لهم والو. دونك نقول لكم هنا خياتي تهلاو في روحتكم ان شاء الله، وما تنساونيش بالجيم والكومونتير باش تشجعوني نمد لكم اكثر واكثر ان شاء الله. دونك تهلاو في روحتكم الى فيديو واحد اخر ان شاء الله. باي.